من الخرطوم معي الدكتور محجوب بابكر، عضو المجلس الاستشاري للطب العدلي في وزارة الصحة الاتحادية. أهلا بك. يعني الآن أزمة أخرى تنشأ علاوة على خروج المشافي عن الخدمة هو تكدس الجثث في المشارح، ما المخاوف والقلق في يعني المتعلق بهذا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومشكورين على هذه الاستضافة. طبعا أزمة المشارح هي أزمة قديمة قبل هذه الأحداث، فالمشارح بها عدد كبير جدا من الجثث المتراكمة نتيجة طبعا للمشاكل اللي حصلت، المشاكل السياسية وكذا، فالمشارح بها عدد كبير يفوق السعة الاستيعابية للمشارح بأكثر من 10 أضعاف. زاد عليها كمان هذه الأزمة وتفاقمت الأزمة بإضافة على ما هو موجود من جسامين، بعدد الجسامين الجدد التي دخلت المشارح. طبعا صراحة عدد الجسامين اللي دخل المشارح لم يدخل هذا العدد الكبير، يعني نتكلم عن أنت الآن نتكلم عن 500 جثة، لكن مشارح ولاية، نتكلم عن مشارح ولاية الخرطوم، دخل مشارح ولاية الخرطوم. إحنا عندنا في بشائر، أنا ما ضبط العدد يعني بالضبط، لكن عندنا في بشائر من الأحداث دخلوا علينا 11 جثة فقط، وفي أم درمان تقريبا حوالي كذا 20 جثة، 25 أو 27 جثة. هذه هي الجثث التي دخلت إلينا في المشارح. أما بقية الجثث طبعا هذا العدد أنا لا أعلم أين هو مصدره، لكن لا طبعا لا أستطيع أن أنكر أن هناك عدد كبير جدا من الجثث لكن لم تدخل المشارح وتمت معالجتها من خارج المشارح. نعم. طب كما تفضلت يعني من قبل تفجر الصراع في السودان كانت هناك أزمة، ونحن يعني في الحدث غطينا هذا وتناولناه. السؤال، لماذا يعني تتأخر أو يعني يتأخر بقاء هذه الجثث في المشارح؟ لماذا لا مثلا يعني تدفن في وقت سريع؟ والله يا أخي أنا أقول لك بكل صراحة أن الأمر لو ترك يعني للأطباء الشرعيين ولوزارة الصحة لما كانت هناك أزمة يعني في هذه الجثث، لكن الأمر في السودان كله يعني دائما وأبدا تجد فيه هو التدخلات السياسية والأوضاع الموجودة الآن المختلطة في السودان. هذا الأمر يعني ممكن أقول لك يعني أثر على كل المستويات في البلاد، وواحدة من أكبر الأسباب التي عملت على تفاقم الجثث وتكدسها داخل المشارح المشاكل السياسية الموجودة في البلد. يعني لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.